اسمع من بعض الناس بان هناك صلاه تسمى صلاه الفدية او الهدية وهذه الهدية تنفع الميت في قبره وقد قرات هذا في احد الكتب يا شيخ. الصلاة لا يصلي احد عن احد لا الحي ولا الميت، الصلاة عمل بدني لا يصلي احد عن احد لا حي ولا ميت ولكن الدعاء تصلي وتدعو للميت، وتدعو بعد الصلاة أو قبل الصلاة، نعم،